بسم الله الرحمن الرحيم. محمد اليحيى من الخرج يقول: هل في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فحكم صلى الله عليه وسلم بأن كل بدعة ضلالة، يعني في الدين، البدعة في الدين، أما البدعة في اللباس وفي المباني وفي هذا يختلف باختلاف الأزمان وأعراف الناس، وليس هذا من الابتداع، إنما الابتداع في الدين، أن يحدث عبادة في الدين ليس عليها دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في الدين ما ليس منه فإنه ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة في الدين. نعم.